Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalam qadim la yumannu sama
بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء وكان الله سميعا عليما. إن
ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا السماء فقد سألوا موسى فقد سألوا موسى أكبر من هم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا و
Thank you.